ما بالك يا عمرو مهموما وحزينا؟ وكيف لا أحزن، وقد خرجنا من المدينة قاصدين قافلة أبي سفيان، وها هي تفلت من أيدينا. لا تقل ذلك يا صاحبي، أراك سمعت شيئا، أليس كذلك يا عبد الله؟ بلى يا عمرو، فلقد عاد صباح اليوم الرسل الذين أرسلهم رسول الله لتفقد الطريق، وقد أخبروا الرسول بأن قريشا تستعد للخروج لحربنا. أبسبب هذا يجتمع الرسول وأصحابه؟ أعتقد ذلك. فلتذهب أنت، أما أنا فسوف أطعم العير، فهي لم تأكل شيئا منذ الصباح، ولكن عليك أن تخبرني بكل ما قيل لك. هذا يا صاحبي. لقد أصاب أبو لبابة عندما كون مجموعات منا لحراسة المدينة حفظا لأمنها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن اختيار قادته. تفضل. شكرا لك يا أخي. إنه شراب يساعد على السهر ويمد الجسد بالقوة، فاشربه هنيئا لك. خيرا يا عبد الله، ماذا دار في حديثكم مع رسول الله؟ إن رسول الله شاور الجميع، فأشار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بمحاربة قريش. ثم ماذا؟ أكمل بالله عليك. نهض المقداد بن عمرو قائلا: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن سنقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. بارك الله فيه. ولكن رسول الله ظل يطلب المشورة. ألا يكفي رأي المقداد بن عمرو ومن قبله رأي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ ألم تفهم يا عمرو؟ هؤلاء الثلاثة من المهاجرين، والرسول يريد رأي الأنصار أيضا. وماذا حدث بعد ذلك؟ لقد فهم سعد بن معاذ حامل لواء الأنصار ما يرمي إليه الرسول، فتقدم نحوه قائلا: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، لو خضت بنا البحر لخضناه معك. الحمد لله الذي أيادنا بنصره على الكفار. الحمد لله. حمدا لله على سلامتكما، وهنيئا لنا ولكم نصر الله. شكرا لك يا عماه. انتظر، لا تذهب، تفضل هذا التمر النقي، لقد خصصته لكم منذ أن علمت بانتصاركم في بدر. ولكننا لم نحارب مع المجاهدين يا عماه. لقد كنا نسعف الجرحى ونقوم بخدمة الجنود، وهذا قليل جدا بالنسبة لما فعله غيرنا. كل يؤدي دوره يا ولدي، ومهما كنت ترى أن دورك صغير فهو كبير عند الله. ثم إن هذه هدية لا تذكر، فاقبلها مني. إن هذه الهدية لكبيرة في قلوبنا يا عماه، وفي بطوننا أيضا. إذن فلتحكي لي ما حدث لك. هذا يا عماه، ولكن من أين نبدأ؟ فلتبدأ لي منذ اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرار حرب قريش، فأنا أعلم ما حدث قبل ذلك من صديق الحباب، فلقد شهد بدرا معكما ولكنه لم يكمل لي باقي الأحداث. لقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم عدد جنود قريش. وكيف علم هذا؟ أرسل رسلا ليستخبروا عن أمر جيش قريش، فعاد الرسل ومعهم غلامان كانا يسقيان لجيش قريش، وعندما سألهم الرسول عن عدد الجيش قال: لا ندري كم عددهم. فسألهم الرسول: كم ينحرون كل يوم؟ يوما تسعة ويوما عشرة. فقال رسول الله: الجيش فيما بين 900 والـ1000. والله حتى لو كانوا 10,000 ما كان الله ليخذلكم أبدا. صدقت يا عم مسعود، ولكننا وصلنا إلى بدر ولم نلبث إلا قليلا حتى صدر لنا الأمر أن نتحرك مرة أخرى. لا أفهم لماذا نترك مكاننا ونتجه إلى مكان آخر. إنها مشورة الحباب بن المنذر. ولماذا أشار بذلك؟ لأنه عندما سأل رسول الله عن المكان الذي كنا به، أهو أمر الله أم الرأي والمشورة؟ فأجاب الرسول بأنه الرأي والمشورة،
فأشار بأن هذا المكان ليس مناسبا للحرب، وإنما الأفضل أن يكون معسكرنا نحو أقرب بئر ماء من معسكر المشركين، على أن نقوم بردم كل الآبار الأخرى فنشرب ولا يشربون. إن الحباب بارع في خطط الحروب. نعم، فرسولنا رغم ما حباه الله به من علم فهو يستشير أهل الخبرة ويأخذ بالأسباب. اهدأ يا ابن هشام، فأمية على وشك الحضور، فلا تقلق. إنني لست قلقا يا عتبة يا ابن ربيعة، كل ما هنالك أنني أريد معرفة أخبار جيش محمد على الفور. عمتم مساء يا سادة قريش. هيا أخبرني، هل رأى عمير بن وهب جيش محمد؟ هل علم عددهم؟ مهلا يا سادة، إن عميرا يقول إن عددهم 300 رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون. هكذا إذن، إنهم قلة. قلة، ولكن يبدو عليهم الجلد والقوة التي تخيف أعتى الفرسان. قد بدأت المبالغة في الأمر كعادتك. إنه ليس كلامي، إنه كلام عمير بن وهب. إن حديث عمير يثير الخوف. وما رأيك أنت يا عتبة يا ابن ربيعة؟ أرى أن نعود ونترك محمدا لسائر العرب. أحمق وجبان، كيف تجرؤ؟ نعم جبان وخائف، إن لم يكن على نفسك فعلى ولدك. ولدي؟ أنت تعلم أنه منذ إسلامه وأنا بريء منه، أخشى عليكم من قتال محمد وأصحابه، ولكن ما دمت ذكرت ولدي فلن أعود إلى مكة حتى لا يقال إني خشيت على نفسي وولدي. وأنتم؟ نحن معك. إذن واللاتي لن نعود حتى نلقن المسلمين درسا لن ينسوه أبدا.